فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته حال كونه مع الإمام، فهل يسجد للسهو إذا قام وقضى صلاته؟ فهل يسجد بعد ذلك؟ إذا كان يقول إذا كان المأموم مسبوقا، نعم، وسهى في صلاته حال كونه مع الإمام، فهل يسجد للسهو إذا قام وقضى ما بقي عليه؟ نعم نعم، هذه من الصور التي يسجد فيها المأموم إذا كان مسبوقا وسهى فيما أدرك مع الإمام، سهى فيما أدرك مع الإمام، إذا قضى صلاته يسجد للسهو. نعم.